اليوم أنا بمخازن العناية اللي موجود بطريق أنس، ما شاء الله فتوهم فاتحين قريب. مالكم حق يا أهل الرياض ما تعلموني عن المكان هذا؟ وش هالزين، وش هالمنتجات اللي بتشوفونها وبتتفاجئون من أسعارهم. والله اليوم أنا في صيدلية بدون دواء، أشياء يا بنات بتنهبلون عليها من الأسعار اللي غير موجودة بالسوق مثل هذه الأسعار نهائيا. يعني عندكم هذه المنتجات مثلا، ماركات هذه الفرنسية أسعارها غير عن السوق، يعني غير غير غير. أنا رايحة بكرة إن شاء الله دبي، فعلى طول شدتني أشياء وقي التان ووقي الشمس والسوالف هذه كلها يا بنات موجودة عندهم. تخيلوا كل أنواع الماركات اللي تعرفونها واللي ما تعرفونها موجودة عندهم وبأسعار مو معقولة، وترى كل شيء أصلي، كل شيء أصلي، ولكن بسعر نادر وغير متوفر بالسوق. هذا عندي من أفضل مزيلات المكياج، تخيلوا عندي الصغير والكبير، بس شوفوا فرق السعر، فرق السعر يا جماعة، ترى يفرق عن الصيدليات، مختلف تماما عن أسعار الصيدليات، أسعار تهبل إن شاء الله. أنتوا لو تشوفون كبر المعرض ما تتخيلون، تقريبا في 20,000 منتج موجود في مكان واحد، كل اللي يخصك الاستعمال اليومي موجود في المعرض، ما شاء الله تبارك الله، وبأسعار مو معقولة. أردد عليكم، أسعار مو معقولة. حتى هنا أنواع العدسات كلها موجودة بأسعار جدا رائعة. الحلو أن كل ممر قاعدين مرقبين، يعني مثلا هنا مزيلات العرق، ملونات أظافر، مكياج، عناية باليدين، واقي شمس، ما توهين لأنه كبير ما شاء الله مرة. هنا مزيل العرق المشهور فيتشي بأسعار جدا جميلة، في هنا كانتون، وفي هنا الصابون الإغريقي، كل أشياء ما بتلقون أسعار زي هذه الأسعار. تعالوا قشوا من مزيلات المناكير، اللي تبين القماش اللي زي كذا، ولا هذا اللي أول نسويه دايم، ولا المزيلات المعروفة، وأسعار يا بنات ما تصدقونها، ترى أبدا ما راح تصدقون ذي الأسعار اللي تشوفونها، والكل أصلي. هنا في كريمات فازلين وإيفين، كل العناية باليد، وفي حتى حق تشققات الرجل، شوفوها هنا أيضا كريمات تشققات الرجل. عاد كل ممر في أشياء مميزة ما شاء الله، أنتم تتكلمون عن 20,000 منتج. عندنا هنا بيباثين اللي هو كريم مرطب الجلد، هنا منتجات شيا ماستر وجيفوني، الأشياء مرة كثيرة ترى. يعني قلت لكم صيدلية وليست صيدلية، الأشياء جن. شوفوا يا بنات، شوفوا سعره، شوفوا سعره حبيب الملايين، 94 ريال، مو معقولة الأشياء اللي هنا، جد مو معقولة. هذا العشق اللي ما ينتهي، المكياج يا الله. شوفوا حتى عندهم ترى أرواج برجوة موجودة بأسعار تنافسية قوية، عندهم الماسكرة وأرهب ماسكرات أسنس، هذه الخطيرة، هذه ما أستغني عنها يوميا، هذه ما أستغني عنها يوميا، رهيبة. أنتم متخيلين كل ماركات المكياج اللي حنا نحبهم موجودة هنا، كلها، كل الأشياء اللي نحبها اللي تعرفونها، المكياج المشاهير. يعني إذا جيتي هنا بتغوصين غوصة، والله أني قاعدة أشوف الناس كيف سلالهم مليانة. يعني تخيلوا هنا أيضا براندات العطور العالمية كلها موجودة عندهم، شيء مو طبيعي، معرض متعوب عليه جدا جدا. وعلى فكرة يعني ما شاء الله، إذا تبين يعني تتأكدين من أي شيء إنه أصلي، يعني إحنا نتكلم عن شيء أشياء كلها أصلية بأسعار مو موجودة بالسوق، تقدرين تتفضلين الإدارة جوا تتفرجين على كل الأشياء، الشهادات والرخص، كل اللي تبينه، كل السيرم موجود، والفرش اللي أنت حبتها أيضا موجودة هنا. الأقطان هذه اللي نستخدمها بشكل يومي حقت المكياج ومناديل المكياج، كلها مع مزيلات المكياج كلها موجودة هنا، والعناية بالطفل من حليب، من حفايض، كلها أيضا موجودة هنا، مدلعينكم أنتم وعيالكم.
خلصنا من الميك اب والعطور، حتى المنتجات الصحية الغذائية موجود في ركن خاص هنا. متخيلين انه حتى الاستشوارات موجودة، يعني كلارا عندهم، جوي عندهم، اقوى الاستشوارات موجودة عندهم، تقدرين تاخذينها من عندهم. كمية انواع الشامبوهات الموجودة مو طبيعية، جد شيء يحمس انك تتسوقين من مخازن العناية بأقل الأسعار. وكل شيء، كل شيء يا بنات، كل شيء أصلي موجود هنا، لكن بسعر يفوق الخيال. من جد ما شاء الله قاعدة أشوف الناس كيف قاعدة تشيل من الأغراض. أنا كان يقول لي عبد العزيز هنا زحمة لأنه أسعاره مخفضة. شوف حتى الصبغات ما شاء الله، كان ما في مكان يعني برا ما شاء الله، من شو اسمه سيارات، موقف سيارات الناس يصفون برا، عارفين وش الزين وش اللي يريحهم في انهم يشتروا منتجات جيدة وبأسعار افضل من السوق بكثير. هذه بعد قسم الصبغات. اقول لكم ما نسى ولا شيء، حتى فرش الشعر بانواعها الكاملة موجودة عندهم. تتوقعون وش باقي ما حطوه؟ ما شاء الله، حتى اقنعة اليدين، الرجلين، الوجه، الماسكات كلها موجودة عندهم. تقريبا عندهم ب10.99 ريال، هلا لا بالسوق ب21 ريال، بالسوق تخيلوا ب60، عندهم ب42.99، هلا لا. بازولين المزيل العرق تقريبا بالسوق يا بنات ب56، عندهم ب38 ريال. تخيلوا يا بنات هذه القنبلة، هذه تنباع برا ب18، عندهم ب2.5 ريال. الزيوت، هذا الزيوت هذا برا ب9 ريال، عندهم ب2.99، هلا لا. يعني دائما هذه بس منتجات بسيطة يا بنات، يعني تخيلوا المعرض كامل كله أشياء مخفضة. جونسون يا بنات برا ب37 ريال، عندهم هنا ب12 ريال. سيرم هذا غالي يا بنات، في أي مكان تلاقينه ب92 ريال، أما عندهم تقريبا ب49 ريال. كريم الطيبين ينباع برا ب24 ريال، عندهم ب10 ريال. جونسون هذا برا ب44 ريال، عندهم ب11 ريال و99، هلا لا. حق الأطفال جميل هذا الشامبو الجميل حق الأطفال، برا ترى ب49 ريال، هنا ب13 ريال ونص. ما شاء الله دايما زحمة ما شاء الله. هذه مخازن العناية، مستلزمات صحنية وعناية بالجسم، جملة ومفرق موجودين في طريق أنس. ارفعوا اللوكيشن، هذا فرعهم الجديد بنات، هذا حسابهم بالانستغرام، مسوين سحب على 3 ايفونات و6 قسائم شرائية، بس ضيفوهم سووا منشن لشخصين، بس ضيفوهم بالانستغرام.